بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2018، بيبر 6 فاريانت 1. والسؤال الاول يا جماعه كله قياسات وحسابات بسيطه، ما فيهوش اي حاجه. الراجل يا جماعه القصه انه عايز يحسب حاجه اسمها الكي. كل سبرينج في الدنيا يا جماعه ليها حاجه اسمها الكي، حاجه اسمها سبرينج كونستنت، تمام؟ طيب فهو بيحسبها بطريقتين. فالطريقه الاولى يا جماعه هو عايزني احسب اقيس النوت اللي هي الطول الاصلي للسبرينج، فهيجيبه بالطريقه دي. واضح يا جماعه ان دي 2.2 سنتي او 22 ملي. اللي بعده علق 300 جرام على السبرينج، فبالتالي حصل اكستنشن السبرينج طول. هي ميجرز ذا نيو لينث. طول اللي كان بقى طول ل 53. طب وهو اصلا كان كام؟ ارجع لي كده، هو اصلا كان كام؟ كان 22. طول اللي كام؟ 53. فالراجل بيسالني ممكن تحسب الاكستنشن، ممكن تحسب الشويه اللي طولهم، اللي هو طبعا الطول الاصلي ماينس الطول الجديد ماينس الطول الاصلي. لو حسبناها حبايبي يطلع 31. طب احسب الكي حيث الكي ايكوال اف اوفر اي. ماشي، ادي الاي وادي الاف. فببساطه جدا يا جماعه كي ايكوالز اف اوفر اي، يبقى 3.0 على الاكستنشن اللي هي 31 يطلع لي 0.0968، تمام، نيوتن بير مليمتر. تمام، نيجي بقى للطريقه الثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه الراجل هيجيب السبرينج ده اللي عليه اللود اللي هو ال 300 جرام ده، ويبدا يشده لتحت ويسيب. فطبعا لما هيسيب هيبدا السبرينج طالع نازل طالع نازل طالع نازل، فيحسب هو هيعمل كم طلعه وكم نزله، كم اهتزازه، تمام. هيشوف، عفوا، هو هيشوف التايم اوف 10 اهتزازات، فده التايم اوف 10 اوسيليشنز زي ما بيقول. اقراها لي من هنا يا حاضر. 3.46 سكندز، يبقى ده التايم اوف 10 اهتزازات، 10 اوسيليشنز، تمام. ممكن بقى تحسب التايم اوف 1 عناية. هو إذا كان اللي فات ده اللي هو الرقم ده ده التايم اوف 10 اهتزازات 10 اوسيليشنز، يبقى لما نقسمه على 10 يا جماعه هيديني التايم اوف 1 اوسيليشن، فيطلع 0.346. ينفع تجيب السكور بتاعه؟ يا سلام، ده سهله جدا على الكالكوليتر وتطلع 0.12 سكند سكوير. طيب احسب بقى السبرينج كونستنت الثانيه. ما خد بالك احنا حسبناها مره قبل كده باكسبيرمنت اولانيه بميثود 1 عن طريق البتاع الغريبة دي، K equals 0.040 M على T square. الله يا جماعة، ادي T square والM اهي، فأنا مش محتاج أي حاجة خلاص. يبقى الـ K بتاعتي هتطلع بهذا الشكل 0.040، الM اهي، تمام، والـ T square يا جماعة أنا لسه حاسبها اهي، تمام، يطلع 0.1 newtons per millimeter. دي إجابة هذا السؤال، وده المارك سكيم بتاعه، سؤال حسابات وقياسات بسيط جداً.